ونحب نوضح بعض الاحترازات التي تمت بناء على قرارات اللجنة العليا. وضعنا مجموعة من الاحترازات. طبعا أول في البداية بتكلمكم عن تهيئة السوق. طبعا السوق الحمد لله رب العالمين أصبح مهيأ، تم إضافة عدد 18 مكيف لجعل المكان أكثر تهيئة برودة، بحيث أن يكون المرتادين والباعة مرتاحين في المكان. التزاما أيضا بهذه الإجراءات عملنا بعض اللوائح الإرشادية عشان المرتادين وإخواننا الصيادين وإخواننا البائعين يكونوا ملتزمين بها، فموجودة في السوق لكل من يحب يشاهدها، وأيضا نرشدهم بين فترة وفترة، نبلغ المراقبين وإخواننا الموظفين اللي موجودين في متابعة السوق أن يبلغوهم عن الإرشادات اللي موجودة والمنتشرة في جميع المواقع. بالنسبة للخطوات اللي اتخذناها في موضوع الاحترازات والحمد لله رب العالمين، وضعنا بعض الأبواب للدخول وباب للخروج، أيضا أخذ موضوع درجة الحرارة ومقياس الحرارة لأي مرتاد ولأي بائع يدخل إلى السوق. فهذه العملية طبعا تساعد أن احنا ننظم العملية بصورة أفضل وأحسن. وأيضا وضعنا ضوابط وشروط للإخوان الناقلين بحيث أنهم ما يكونوا متجمعين وما يعملوا أي عملية بيع خارج السوق، لابد أن يكون داخل السوق. أيضا بالنسبة لمنصات البيع حاولنا أن نباعد بينهم بحيث أن يكون بين كل منضدة ومنضدة يكون في فاصل بينهم. أيضا بالنسبة للمرتادين نعطيهم احتياطات وقت دخولهم بأن يكونوا متباعدين، لبس الكمامة من الأشياء المهمة والاحترازية الجميلة. هذا كل هذه العوامل، كل هذه الإجراءات الحمد لله رب العالمين ساعدت في التخفيف، لأن هذا السوق سوق حيوي ومهم للإخوان المرتادين للأسماك في ولاية صحم، فلا بد أن نوضع هذه الاحترازات. وإحنا نشكر المجتمع على تعاونه ونتمنى ونسعى إلى أنهم يكونوا أكثر تعاونا لما في خدمتهم وصالحهم والتزاما بالتعليمات والاحترازات المطلوبة من اللجنة العليا، نتمنى منهم ذلك. كما نشكر إخواننا في شرطة عمان السلطانية على تعاونهم تنظيمهم للمواقف والسيارات والمرتادين خارج السوق.